ولسه معاكم وختام المهرجان القومي للمسرح المصري، وسعيد يكون معايا فنانة الحقيقة متعلقة في كل أعمالها الجميلة، انطلقت من خلال الحاج متولي وتواصلت مع النجاح إلى صوت الموسيقى اللي بتشارك بيه في الدورة الـ 12 من المهرجان، هي الجميلة المتعلقة دائما نورهان. بقول لك مليون مبروك مقدما على جايزة إن شاء الله. بارك فيك، شكرا. قولي لي بقى، يعني صوت الموسيقى ده أحدث عرض مسرحي بالنسبة لك بتشاركي بيه في المهرجان، فدينا فكرة كده عن العرض. هو الجديد في العرض انه انا بشارك بيه مش كممثلة، العرض كله بيأدي جميع الادوار اللي فيه اطفال، انا اللي دربتهم لمدة 4 شهور. انا والفريق اللي معايا علمناهم كل السكيلز اللي ليها علاقة بالمسرح، زي الغنى وزي الاستعراضات وزي التمثيل وحاجات تانية كتير من العناصر المهمة في المسرح. الولاد داخلين في المسابقة بتاعت مسرح الطفل اللي هي مسؤولة عنها الأستاذة الجميلة عزة لبيب، وقد إيه هي كانت بتدعمنا بشكل كبير وبتوفر لنا كل الحاجات اللي تخلي الولاد يكونوا في حالة نفسية جميلة وهم بيأدوا، وقد إيه لجنة التحكيم كانت طايرة بيهم وجبرت بخاطرهم، وهم فرحانين ومبسوطين جدا وأنا فرحانة جدا.